اليوم نزلت معناتها المرقة، هذه مرقة تقلية قلية بالزويد، مرقة تونسية بالزويد، يعني الكبدة والقلب والحم مجمولين مع بعضهم، يتسميو الزويد متاع الخروف وإلا البقري. وثم شكون يعمل زاد بالدجاج، ماهيش شمنكة وماهيش كمونية، معناتها كي يمشيو للجزار نقولوا اعطينا، معناتها نقولوا احنا رطل الكمونية ولا اكل يبدأ مقصوصة، والا مثلا نحضروها احنا يعني في العيد ولا مثلا في مناسبة، معناتها ثم ذبيحة هاكا نقرصو هاكا هذوما، معناتها شوية قلب شوية معناتها الحم، شوية كلاوي شوية قلب، معناتها ونخليهم لوقت يعوزك قال المصري. على خاطر المواد الأولية معناتها نتاع الحلويات ماهيش متوفرة للناس الكل، هذاك علاش قررت البريود هذه ننزل كان الأكلات من نوع هذه. وبنين السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مرقة قلاية تونسية حمراء ماهيش زعرة، بالزويد. الزويد معناها كبدة وقلب وطرف الحم وكلاوي، هذوكم هما الزويد، ينجم يكونوا متاع الحم بقري وينجم يكونوا متاع خروف. شعملت هنا هكا قصيتهم طروف طروف ونظفتهم مليح مليح مع بصلتين كبار، قرن فلفل شايح، هذاك شغل الوالدة صنيعة في المطبخ، مشيح شمسي حتى لين معناتها يعني ولا يتقرمش. مغرفة كبيرة طماطم، مغرفة صغيرة هريسة عربي، مغرفة صغيرة فلفل مع بابريكا ولا فلفل زينة احنا نقولوا له في تونس. هذوما معناتها الفحات العطرية، استعملت لهنا زعتر وكليل ونعناع شايح، نعناع اوسو. هذه القلية كيما نعملوها احنا في عائلتنا وامي معناتها بالذات، يعني هكا نطيبوا القلية متاعنا نهار العيد. حطيت تريف زيت مش برشا، نجمو نعملو زيت نباتي كيما نجمو نعملو زيت يعني زيتونة، اما المهم ما يكونش برشا، خاصة كي نستعملو الزويد نتاع الخروف. الخروف هو زويد العلوش، على خاطر نعرفو يقر برشا معنتها الزيت نتيجة للشحومات الموجودة، نجمو نضيفو ليا معنتها في الزويد هذوما يبنوا مليح مليح. وكطرف القارس هذيك انا ما نستغناش عليها في الاكلات الكيف هكا، تنحي البسالة وكيف كيف، مادام ثم عنا لهنا برشا حديد، معناتها الكثير من الحديد في يعني في اللحوم النوعيه، كبده وقلب وكلاوي والحم احمر، اكل القارس هذاك يعمل لنا فيكساسيون نتاع الحديد، معناتها تسجيل الحديد يقعد في البدن ما يهبطش. هذا القرن معناتها حبيت نوريه لكم معناتها من داخل كيفاش، منحي اكل الاكثريه نتاع الزريعه نتاعو الام، معناتها كنت غسلته مازال معناتها محافظ على القرمشه نتاعو. نرجع للفحات، قلت مغرفه كبيره طماطم، مغرفه صغيره هريسه، مغرفه صغيره فلفل زينه اللي هو الفلفل الاحمر، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره فلفل اكحل، فلفل اسود، وهذاك هو اللي استعملت معناتها، وكركم. معش قلت كركم ولا لا. الى جانب الفحات ذوكم العطريه اللي هما معنات الاعشاب العطريه اللي هو زعتر وكليل كليل الجبل، ومعاهم النعناع الشايح اللي مشيح توا في اوس ومازال كيف شيح، ضفت المكونات هذوما لبعضهم مع كنكيتة زيت، عملت مغرفتين زيت ما اكثرش، وامي معناتها كي تعمل القليه هذه ما تضيف لهاش الزيت كل شيء في الاخر. باهي نقليوها مليح 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 في اكثر من ما نقولوا احنا من اي اكله اخرى، معناتها حتى لين اكل الحم نتاعنا يتقرص. وبالنسبه كي قلت لكم الحشائش العطريه مع حشائش الجبل ومعها النعناع ما نضيفوهمش توا، نضيفوهم من بعد في التمريق، كل واحد كيفاش يحب يعمل. اكل هنا جبت القليه ديما نقول لكم عليها اسمها حامل الاسيه، حطيت كيك عبيت فلفل وطماطم وثوم وبصل باش نشوي حشيكم السلطه المشويه. نرجعوا لهنا الأكلة بتاعنا اللي هي قلية بالزويد، معناها قلية بالقلب والكبدة والكلاوي متاع العلوش اللي هو الخروف، قليتها مليح مليح. أكل قرن الفلفل ما شبو، عملت عليه بون كيف، عملت عليه جو الحق، مين حاجات هذوما معناتها يعني
يضيفوا ويعزوا النكهة. هذه هي السلطة المشوية معناتها التونسية. جي أبن كي تبدأ على العافية معناتها على الفحم. غير كأن نستحفظ على الغاز، نستعمل نوع هذي متاع القلالي، ما نحبش نفورها، نحب ديما أكل النكهة هذيك متاع الفيومي، أو كنوسع عليها بالي ونجم نخليها حتى من غدوة باش نرحيها ولا نهرسها في المهرس. لهنا الماء سخون نمرق بالقدا المرقه، معناتها نمرقها بالقدا كقره زيتها، نقعد نقليو فيها. يلزم تكون معناتها قاره زيتها مليح هذيك، معناتها نضمنوا البنه نتاعها مادام معناتها بالزهوم راهي باش تجي بنينه. هذوما الاعشاب العطريه اللي قلت لكم عليهم، هذوما توا باش نضيفوهم. وقت اللي معناتها يعني تبدا هكا باش تغلي، معناتها في المرحله هذه نضيفوا الاعشاب العطريه، نعاود اللي هما اكل الجبل، الزعتر الشايح، والنعناع الشايح. ملحوظه اخرى بالنسبه اكل القشه نتاع القارس، قلت الحامض ولا القارس نستعملوه معناتها لي باش نحيوا البسيله نتاع المرق، ولا مثلا خدت لهنا استعملت زيت، ما نسيتش استعملت الكركم. وحاجه اخرى والاهم من هذا الكل، ثم ناس معناتها بدنها يعني اكل نقولوا احنا الحديد، ملح الحديد ما تقعدش في البدن، ما يمتصهاش. اسمه القارس يساعد على الامتصاص نتاع الحديد في البدن. ونستعملوه زاده خاصه، ولا كي نستعملوه زاده الحاجات اللي فيها الحديد في النباتات، معناتها النباتات اللي غنيه بالحديد ماذا بينا نزيدوها بروتين حيواني، ونزيدوها معناتها الحامض اللي متوفر معناتها في القارس خصيصا السيترون، باش معناتها نضمنوا اللي اكل فيتامينات ولا الحديد ولا حاجه معناتها يركحوا ويقعدوا في البدن، معناتها يمتص من البدن مليح مليح. لهنا خليتها تيب حتى لين معناتها هاكا اللحم طاب في حقه والكبده وكل شيء، ورميتك القرنين فلفل معناتها في الدقيقتين الاخرانيين، وكان معناتها الوجبه نتاعنا حاضره. وقسيت اونتر تو معناتها قسيت في وسط الوقت كل معدنوس والبصل اختياري، اما راهو زيد ينكهها. وناسك اللي منقولو احنا تزعف اللحم معناتها نتاع الخروف ولا اللحم الضاني ولا اللي هو، اكل المعدنوس الفريشير معناتها اللي في المعدنوس والبصل يجيب الشهيه، وبهي معناتها للاكلات من نوعيه المرق خاصه من نوعيه هذيه. قسيتك الخبز هذيك معناتها عنا معناتها كوشه بهيه، وننصح في المرق اللي كيف هكا ولا مرمز هكا يكون ميدوم ومشخشخ، نشريوك الخبز شعير ولا نصنعوه في الدار. والى اللقاء في وصفه زمنيه من الزمن الجميل. بسلامه.